والله اشتقنا والله اشتقنا. جاء رمضان، جاء شهر الخير والمحبة والسعادة والطاعات والعبادات. اشتقنا رمضان اشتقنا، صلت شهور فارقنا يا محبوب. برنامج 15 دقيقة حياة. الرب بيعتنا يا محلى. تقبل الله صيامكم وقيامكم. نتمنى لكم أوقات ممتعة معنا. والله اشتقنا والله اشتقنا. تحياتي لكم أخواني أخواتي أعضاء ومتابعين فريق فرسان التحدي في كل مكان. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم وعباداتكم، إنه سميع الدعاء. تحياتي لكم أخواني في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ربع ساعة حياة. أتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم. نحن في فريق فرسان التحدي نتمنى أن تقضوا معنا أمتع الأوقات. اليوم موضوعنا ليس موضوعا جديدا، بل موضوع تصدر نشرات الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي وجميع القنوات الإخبارية الإلكترونية تقريبا تناولت هذا الموضوع. هو موضوع لعبة معينة، أو إذا كان تسمية لعبة يجوز على هذا الموقع. هو ليس بلعبة، هو موقع موجه بالحقيقة، موجه بدرجة عالية من الخطورة. اللعبة هي تحدي الحوت الأزرق. بداية سميت هذه اللعبة أو التحدي بتحدي الحوت الأزرق لأن هذا الحيوان المسالم بطبعه لا يتحمل التغييرات في درجة حرارة المياه أو خواص المياه التي يعيش بها. البيئة الخاصة بالحوت الأزرق، أي تغيير عليها يدفع الحوت إلى السباحة نحو الشاطئ أملا في الحصول على البيئة الملائمة لحياة هذا الحيوان البحري كبير الحجم. فبالتالي إذا اندفع نحو الشاطئ لكبر حجمه ولثقل وزنه لا يستطيع العودة، فبالتالي يبقى على الشاطئ، وبالتالي النتيجة هي الموت. يقال إنه ينتحر. هو ليس بانتحار، وإنما هو يندفع نحو الشاطئ أملا بالحصول على مياه أدفأ مثلا، أو تغيير البيئة الحياتية لديه، فبالتالي يكون منسوب المياه أقل ولا يستطيع العودة. لا يوجد حيوان ينتحر، أي مخلوق ليس بفطرته الانتحار أو إنهاء حياته، لكن هو بالغريزة بالفطرة يبحث عن المياه المناسبة لجسده، فيندفع نحو الشاطئ فيكون حجم المياه أقل من المياه المطلوبة لسباحته، فلا يستطيع العودة إلى الماء، فبالتالي تكون النهاية على الشاطئ. فهذه الفكرة الخاطئة أنه الحوت الأزرق ينتحر دفع بالمنظمين لهذا الموقع. هي ليست لعبة بالمناسبة، هو موقع مجهول. يقال منشئ هذا الموقع اسمه فيليب بوديكين، روسي الجنسية، 21 عام، لكن صدقوني هي أكبر من بوديكين وأكبر من المنظمين المراهقين 16 المرافقين لبوديكين. الموضوع موضوع عالمي، جريمة منظمة أكبر من كل هذه الطرهات اللي نشرها الإعلام. بدليل يعني لو نتابع الموضوع بتمعن إنه نشوف، يعني على سبيل المثال منطقتنا العربية، تقريبا جميع الدول بالمنطقة تعرضت لحالات انتحار بسبب تحدي الحوت الأزرق إلا دولة واحدة، إذا كانت هي دولة أو غير دولة، المهم إلا شعب واحد لم تحصل به هذه الحالة من تحدي الحوت الأزرق. بالمقابل شوف شعوب أوروبا الشرقية، روسيا تحديدا اللي هي لها الحصة الأكبر في حالات الانتحار، ودول أوروبا الشرقية وأفريقيا هناك دولة ليس بها حالة انتحار.
لماذا؟ يعني على رأسهم ريشة مثلا؟ فهي الموضوع موضوع جريمة منظمة، موضوع أجهزة مخابرات، لا بوديكين ولا عمر 21 عام، أي عمر 21 عام اللي يقوم بهذا العمل المهول، واختيار الأطفال المراهقين من 12 إلى 16 عاما وطلب منهم هذه الطلبات الغريبة، وبالتالي اسمعهم الموسيقى الغريبة المعروفة اللي تؤدي إلى اضطرابات نفسية. طبعا هو سيرفر عالمي كبير. بدأ الموضوع بموقع فيك. فيك هو أشبه بموقع الفيسبوك الأمريكي، موقع فيك الروسي، تقريبا شبيه أو نسخة عن موقع الفيسبوك الأمريكي. فبدأ بوديكين بدعوة المراهقين إلى البيج الذي هو أنشأه، أو يقال إنه أنشأه، وبدأ بترويج لهذا التحدي. طبعا يطلب من المنضمين إلى هذا التحدي وشم أو خدش ذراع المتحدي برمز F57. طبعا F هو فيليب، و57 المجموعة اللي انطلقت بهذا التحدي، كان عددهم يقال إنه 57. فشل من فشل واستمر من استمر، وبالتالي كانت الانطلاقة الأولى لتحدي الحوت الأزرق. فإنه قبولك في هذا التحدي أن تخدش ذراعك بشفرة حادة أو شفرة حلاقة مثلا بطباعة F 57 وتصويرها وإرسالها إلى الإداري أو الأدمن، وبالتالي ستتوالى الطلبات من القائمين على اللعبة أو القائمين على الموقع. فإما مرة جرح نفسك، مرة الاستيقاظ في تمام الساعة 24 دقيقة في توقيت المحلي لبلدك. طبعا ما أعرف هذا الوقت يكون استراتيجي بالنسبة للعبة، إنه 24 دقيقة فجرا. طبعا لما تشوف علماء النفس أو علماء الماورائيات وعلماء الماوراء الطبيعة كلها تجمع إنه هذا الوقت بالذات إنه تحدث اضطرابات نفسية مرتبطة بالكون أو مرتبطة بالنجوم، الله أعلم، يعني أشياء فوق الإدراك، يعني لا نستطيع أن نقول نعم موجودة أو لا، لأنه إحنا كوننا مسلمين لا نؤمن بهذه الأشياء، لكن هي دراسات وآراء موجودة بالفعل. لذلك من الناحية الشرعية تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا القرآن لتهدئة النفس البشرية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الساعة تحديدا تكون، وخاصة لدى المراهق، تكون ساعة مفصلية، بالإضافة إلى الفيديو الذي يحتوي على التحدي الجديد. طبعا كل يوم تحدي، هي عددها 50 تحدي أو 57. التحدي يكون ضمن فيديو، مقطع فيديو، الفيديو يحتوي على موسيقى مهيجة للأعصاب، أو كأن يكون فيديو يدعو للاكتئاب، فيديو ذو موسيقى غريبة يقال إنها نفس الموسيقى اللي يستعملوها عبدة الشيطان والعياذ بالله. المهم موسيقى ذو أثر نفسي. تكون هذه الطلبات تقريبا بعد التحدي العاشر أو اليوم العاشر، يطلب منك الاتصال مباشرة مع الأدمن، مع أحد الأدمن السيريتر الموجودين، وبالتالي لكسب الثقة أكيد راح يطلب منك معلومات شخصية، وتكون المكافأة بأنك تتحول إلى حوت أزرق. فأكيد المراهق اللي هو راح يكون عمره محصور بين 12 عام و 16 عاما مستعد نفسيا لإعطاء هذه المعلومات اللي راح تستخدم ضده في المستقبل. علاوة إلى المعلومات الشخصية، طبعا
شفنا في الأخبار أنه تأتي رسالة إلى الصفحة الشخصية للضحية، طبعا إذا كانت صفحة الفيسبوك أو غيرها، المهم تأتي رسالة على الحساب الشخصي على الخاص بأنه أهلا وسهلا بك في تحدي الحوت الأزرق، وانت خلاص تحولت إلى حوت أزرق. طبعا هذه الأشياء معروفة، إذا كانت تنطلي على المراهقين فلا تنطلي على الجميع. الجميع طبعا يعلم أو يعرف هذه الأشياء، هي طبعا أشياء متعلقة بالسيرفرات والآي بي طبعا لكل جهاز، إذا كان كمبيوتر أو هاتف ذكي له آي بي معين، ومن خلال الآي بي المعين راح يوصلك إلى الجهاز نفسه. ومثل هذه الجماعات أو العصابات اللي ينشئها أجهزة المخابرات العالمية، من السهولة جدا أن تحلل الآي بي وتصل به إلى داخل الجهاز، فبالتالي الاستيلاء على صور ومعلومات، حتى الراوتر بالإمكان يوصلك إلى الآي بيات المتصلة، مثلا راوتر اللي بالبيت يكون مرتبط به هاتفك زائد هاتف العائلة، الأم الأب الأخوان الكل مرتبطين بالراوتر، فهم يستغلوا هذه الفرصة ومعرفة الأشياء. وإلا كيف يصلوا إلى الحساب الشخصي ويبعثوا لك رسالة من صفحة غريبة تسمى الحوت الأزرق بأنه أنت خلاص تحولت إلى حوت أزرق وأهلا وسهلا بك، وهذا الكلام اللي يلفت اهتمام المراهقين. طبعا الطلبات أو التحديات العشرة الأولى تكون باستثناء الوشم أو الخدش اللي هو F57، تكون طلبات سهلة، ربما يرسلوا لك فيديوهات أفلام رعب، والاستيقاظ في 24 دقيقة، هذه الساعة المفضلة أو الساعة اللي هي تكون ساعة عملهم، يعني دائما بتوقيت الضحية، يعني بتوقيت المحلي للضحية، يعني يخلوك تستيقظ وبالتالي يطلبون منك مشاهدة بعض الرسوم المتحركة الخاصة اللي لها أثر نفسي، إلى أن تبدأ الطلبات بالصعوبة وصولا إلى الطلب 40 وأعلى من 40، تكون طلبات صعبة جدا، تكون أنت أدمنت على العمل الإجرامي، حرقت وجرحت وآذيت. في بعض المرات أناس طلبوا منهم أن يجعلوا أنفسهم مرضى، يعني يتناولون بعض الأشياء، مثلا تناول بعض أنواع الفلفل الحار جدا المحرق، ونثر الملح على الجسد، يكون عاري من الثياب طبعا ينشر الملح على جسده، ثم وضع قطع من الثلج، ومعروف الملح مع الثلج يجعل الجلد يهترئ ويسبب نوع من الحروق، كأنما شاعل نار في جسمك الثلج مع الملح. هذه نموذج من الطلبات، جرح بعض الأماكن اللي هي تكون حساسة خاصة لدى الفتيات، جرح بعض الأماكن الحساسة. وكل تحدي لا تتعدى التحدي الثاني إلا بعد تصوير أنك فعلت هذا التحدي، أنك أجريت التحدي فعلا، يعني مثلا الفتاة فعلا جرحت نفسها، بالتالي تصور، وهذه الصور ستستخدم ضدها فيما بعد. أوكي، طبعا من أشهر الضحايا أنه الفتاتين اللي انتحروا في وقت واحد، وهم بدأوا التحدي في وقت واحد، اللي هي الفتاتين فيرونيكا ويوليا من روسيا الاتحادية، ألقوا بنفسهم من الدور 14 الطابق 14، من أشهر الضحايا، وكانت فاجعة عظيمة في عام 2015، وتوالت الحوادث وتوالوا الضحايا من جراء هذه اللعبة الغريبة، إن سميت لعبة إن يصح أن تسمى لعبة، بل هي جريمة منظمة حول العالم، الدافع منها دافع سياسي إجرامي أكبر من بوديكين بمراحل، لكن هو بوديكين كان واجهة إعلامية وبالتالي يعتقل، وهو الآن رهين السجن. يعني الدليل على أنه بوديكين مجرد واجهة ومجرد طعم
لأنه اللعبة استمرت حتى بعد اعتقال بودكين وأغلاق الصفحات الروسية المرتبطة بموقع بودكين، لكن اللعبة ما زالت مستمرة وما زالت التطبيقات تتوالى ولو كانت كاذبة في الأب ستور والجوجل بلاي، لكن هي الموقع الحقيقي ما زال موجود ويصطاد الناس المهتمين حسب استراتيجية السيرفر. طبعا هو يراقب الناس، أي واحد يبحث في اليوتيوب بشكل مكثف عن لعبة الحوت الأزرق، يبحث في المنتديات، يسأل في الفيسبوك. طبعا عبارة الحوت الأزرق مسجلة في السيرفر بكل اللغات تقريبا بمعدل 250 لغة، فكل ما تكررت في الانترنت يكون قد يعني وضعت علامة على هذا الاي بي الذي تصدر منه هذه العبارة، ويكون تحت المجهر وتحت المراقبة، وبالتالي يكون مستهدف من قبل القيمين على هذه اللعبة أو هذا التحدي. ربما أنا واحد من هؤلاء الأشخاص لأنه قررت أعمل حلقة عن لعبة الحوت الأزرق في برنامج ربع ساعة حياة على قناة فرسان التحدي، فربما قد أكون هدف لهؤلاء القيمين على الموقع، لكن هو موقع مجهول. كل التطبيقات اللي ظهرت على بلاي ستور وأب ستور تطبيقات وهمية مجرد دعاية للموقع الرئيسي المجهول، هو موقع إجرامي، وفيليب بودكين مجرد واجهة ومجرد دعاية للمنفذ الحقيقي. أتمنى تكون الحلقة قد نالت رضاكم، وأتمنى لا أكون هدف لبوديكين. إن شاء الله أعود إليكم بحلقات جديدة، وإذا لم أعود فإنه قد دخلت تحدي الحوت الأزرق. دعواتكم لي ولكل المجموعة الكريمة فريق فرسان التحدي، وتحياتنا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنيتي الهلالك والله اشتاقوا لك أحبابك، اشتاقوا لجمعة صلواتك يا شهر الخير لأمتنا، اشتاقوا لجمعة صلواتك يا شهر الخير.